قارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، حقيقة الواحد بيقعد يتعجب من الجيل الفريد دوت، جيل بنسمع عنه وكأننا بنسمع قصة ألف ليلة وليلة، كأننا بنقول معقولة في ناس كان بالأخلاق ديت، معقولة في ناس بالزهد دوت والورع دوت والخشية ديت والتوكل دوت والإنابة والتوبة إيه الجمال ده كله؟ إيه الجيل الفريد العظيم دوت؟ جيل اتربى بين إيدين الصحابة، اللي اتربوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عجب ان احنا نشوفهم بالاخلاقيات والايمانيات العاليه ديت، اللي فعلا النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحقيقه النهارده هنلتقي مع تابعي جليل، رجل مخضرم وخدم الاسلام خدمات عظيمه جدا لا تخطر على قلب بشر. يمكن كلنا سمعنا يعني نبذ كده يسيرة جدا عنه، لكن حقيقة هتسمعوا كلام في الحلقات ديت يمكن لأول مرة تسمعوا في حياتكم بجد وبصدق. هنتكلم عن النجاشي، النجاشي اللي انتوا عارفينه، والنجاشي ما اسموش أصلا النجاشي، ده النجاشي ده لقب، لقب النجاشي. كل واحد يا جماعة كان بيحكم بلاد الحبشة لقب بتاعه النجاشي، زي كل واحد كان بيحكم بلاد فارس كان اسمه كسرى أو لقب بتاعه كسرى، وكل واحد كان بيحكم بلاد الروم كان بيسمى قيصر. إنما هل هو ده اسمه الحقيقي؟ لا، ده اللقب بتاعه، زي ما تقال فلان ده رئيس الجمهورية، هل رئيس الجمهورية ده اسمه؟ لا، اسمه مش رئيس الجمهورية، ده رئيس الجمهورية ده اللقب بتاعه، إنما هو اسمه الحقيقي فلان الفلاني. فكذلك النجاشي ما كانش اسمه النجاشي، ده لقبه النجاشي، أي واحد كان بيحكم بلاد الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي. إنما النجاشي اللي احنا قصدينه واللي احنا بنتكلم عنه واللي كل اللي نعرفه عنه يا جماعة ان الصحابة لما تعذبوا بسبب ايمانهم بالله سبحانه وتعالى والمشركين اذوهم وعذبوهم، فالنبي قال لهم يعني اذهبوا الى بلاد الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد، وراحوا عادوا في رحابه فترة كبيرة لحد ما رجعوا على غزوة خيبر، وبعدين بعد كده لما مات النبي صلى الله عليه. هو ده كل اللي احنا نعرفه يقينا عن النجاشي، هو الكلمتين اللي انا قلتهم دول بس. لكن هتفاجأ بحاجات عجيبة جدا هتسمعها مني إن شاء الله في الحلقات ديت عن النجاشي، العالم الكبير ده. وبجد بجد والله العظيم هتحبوا الراجل ده وهتقولوا مش ممكن، مش ممكن البذل والعطاء والتضحية العظيمة اللي قدمها للدين، هيتمنى كل واحد فينا إن يكون نسخة من النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. النجاشي اسمه الحقيقي إيه؟ اسمه أصحمة ابن أبجر. نعيد الاسم تاني، اسمه أصحمة ابن أبجر. إنما النجاشي ده لقبه، لقب الواحد اللي بيمسك الحبشة أو بيحكم بلاد الحبشة، اللقب بتاعه إن هو النجاشي. أصحمة ابن أبجر عاش في عهد النبي وكان موجود، ولما النبي بعث كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وأسلم في حياة النبي لكن ما شافش النبي، فاعتبر تابعي. رغم ان كانت في رسائل وكان في حب متبادل بينه وبين النبي، يعني عجيب جدا جدا، كان النبي بيحبه قوي وكان بيقدره جدا وكان شايلها له بجميله اللي هو عمله لخدمه الاسلام والمسلمين. النبي عمره ما نسيه ابدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي ده دايما يعني دايما صلى الله عليه وسلم دايما ده دأبه ودي اخلاقه، عمره ما ينسى فضل حد ابدا. وقال كده قبل ان يموت بخمسه ايام كما عند الترمذي بسند صحيح، قال ما منكم من احد كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. هو ده دأب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم اللي ربنا وصفه من فوق سبع سماوات وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لكم عايزين نتعايش بقلوبنا مع قصة النجاشي أصحمة ابن أبجر. عاش في عهد النبي وأسلم في عهد النبي لكن ما شافش النبي، فاعتبر تابعي. طبعا كتير من المسلمين بيقولوا النهارده يا سلام يا ريتني كنت عايش في عهد النبي، ما تضمنش
ما تضمنش حبيب قلبي. يمكن واحد يكون يتمنى يعيش في عهد النبي، يمكن كان يلاقي نفسه ابو لهب ولا ابو جهل ولا عقبه بن ابي معيط. ما تضمنش ان انت تكون ابو بكر او عمر او عثمان او علي. احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم، وربنا طلب منك تكليف عظيم جدا، قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيجي نبدا القصه؟ تعال نبدا القصه، بس صلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. قصة النجاشي اللي هو أصحمه ابن أبجر تبدأ من إن أبوه اللي هو والد أصحمه كان رجل، كان هو حاكم الحبشة، كان هو النجاشي في الوقت ده اللي هو والد النجاشي اللي هنقول عليه ده اللي هو أصحمه ابن أبجر. أبوه بقى كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وكان رجل عادل وكان رجل فاضل وعمره ما ظلم حد، وكان البلاد كلها الناس كلها بتحبه، وكان كل الناس بيثقوا جدا في عدل الرجل ده وفي حكمته، وكان عمره في حياته ما بيجي على حد ولا يظلم حد، وكان بيبذل كل اللي يقدر يعمله علشان يخدم رعيته ويخدم أهل بلده. لكن في يوم من الأيام بعض الوزراء اللي هم الحكماء أو الوزراء اللي كانوا عايشين في عصره قعدوا مع بعض قعدة شيطانية وقعدوا يتكلموا. قالوا طيب يعني النجاشي ده اللي هو والد أصحمه اللي هو والد النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه، قالوا النجاشي ده ما عندوش غير ابن واحد اللي هو أصحمه اللي احنا بنتكلم عنه. خدوا بالكم السين اللي بيني وبينكم ان النجاشي اللي صلى عليه النبي هو أصحمه ابن أبجر، ماشي كده؟ ووالده بقى برضه كان نجاشي، كان هو برضه ملك الحبشه، تمام؟ لكن اللي صلى عليه النبي اللي هو ابن النجاشي ده اللي هو النجاشي الثاني اللي هو أصحمه ابن أبجر. احفظوا معايا المسأله دي. فقعدوا يتكلموا قالوا ايه؟ قالوا طب النجاشي ما عندوش غير ابن واحد بس اللي هو أصحمه بن أبجر اللي هو بطل قصتنا الجميله دي. قالوا فلو مات الراجل دوت هيبقى ليه ابن واحد، وابنه دوت لو حكم المملكه الشوكه بتاعته هتبقى ضعيفه لانه ما عندوش اخوات ولا عنده يعني عيله كبيره ولا عزوه، فممكن الناس تطمع فيه، فبالتالي ممكن البلاد اللي جنبينا تغزونا والدنيا ما تبقاش ماشيه قوي، احنا عايزين واحد ليه شوكه. طب نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا فكره شيطانيه، قالوا بس هي دي الفكره. هتعملوا ايه؟ قالوا نقتل النجاشي ده واخوه موجود وعايش وعنده 12 ولد ودول عزوه، بحيث ان لو راجل مات ابنه الكبير يتعين مكانه نجاشي الحبشه، الكبير مات اللي بعديه يتعين نجاشي الحبشه، اللي بعده اللي بعده 12 ولد، وهيتجوزوا طبعا وهيخلفوا والدنيا هتبقى يعني ما شاء الله، فبالتالي هيبقى عنده عزوه وعنده قوه يقدر يحكم بها البلاد ويقدر يتحكم فيها ويقدر ان هو يعني يملك البلاد دي بيد وقبضه من حديد. قرروا ان هم يقتلوا النجاشي اللي هو والد النجاشي اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو والد أصحمه ابن أبجر. يعملوا ايه؟ فكروا ازاي ينفذوا الموضوع ده يا جماعه. قالوا بس هننفذه بطريقه حلوه قوي، هنروح لاخوه. خدوا بالكم وركزوا معايا بقى، هنروح لاخوه اللي هو عنده 12 ولد ونتفق معاه على خطه شيطانيه نقتل بيها النجاشي بتاع الحبشه اللي هو والد بطلنا، بطل القصة الجميلة ديت. هنقتل النجاشي بتاع الحبشة، تمام؟ اللي هو والد أصحمه بن أبجر، وإيه؟ وبالتالي الدنيا كلها تخلص بقى منه، وبعدين نخلي أخوه اللي هو الكبير ده اللي عنده 12 ولد هو اللي يتولى الحكم، ويبقى نجاشي الحبشة وعنده عزوة ما شاء الله 12 شاب زي الفل. قال خلاص اتفقنا على كده. قالوا نروح بقى نقول لأخوه الموضوع ده. راحوا لأخوه ودخلوا عليه، سلموا عليه وقعدوا معاه، وبدأوا يقولوا له احنا حاسين بقلق على بلاد الحبشه وخايفين ان شوكه النجاشي تضعف لانه ما عندوش غير ولد واحد اللي هو أصحمه بن أبجر، واحنا عايزينك انت اللي تملك بلاد الحبشه وتبقى انت النجاشي، وبين وبينك بقى انت اولى من النجاشي دوت، انت احسن منه، انت عندك عزوه وعندك 12 ولد اللي بيها يعني لا قدر الله بعد عمر طويل لو مت هيبقى في بعدك 12 ولد يمسكوا حكم بلاد الحبشه والدنيا هتبقى جميله والمساله هتمشي وتبقى زي الفل يعني. فطبعا الراجل في بدايه الامر مع ان الدنيا بتغير ناس كتيره بكل اسف اللي ما عندهمش مبادئ بيغيروا بسهوله وبيتنازلوا بسهوله غريبه جدا. في الاول
غضب وزعل جدا، ازاي تقولوا الكلام ده؟ مين في الدنيا فكر ان انا افكر ان احنا نقتل اخويا؟ ازاي ده اخويا ابن ام ابويا، ده لحم ودم وكذا ومش عارف ايه، وانفعل جدا واتضايق. لكن الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. سبحان الله، الواحد بيستغرب يا جماعة ازاي الانسان ممكن يتنازل بسهولة شديدة جدا عن مبادئه واخلاقه، عشان ايه؟ عشان شوية فلوس، وعشان ملك، وعشان شهرة، وعشان صيت، وعشان سمعة، وعشان زعامة، مع ان الدنيا كلها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وقال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة، ما تساويش حاجة. لكن بكل أسف في ناس واقفة على شعرة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في ناس واقفة على شعرة، سهل جدا يرتد، سهل جدا يترك دينه، سهل جدا يتنازل عن مبادئه، سهل جدا إن هو يبيع أقرب الناس إليه عشان فلوس، عشان دنيا، عشان منصب، عشان عرض، وعشان وظيفة، وعشان وعشان. لكن أصحاب المبادئ لو تعرضت عليهم الدنيا كلها بزخارفها ما تحركهمش شعرة واحدة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لو كنت تريد المال أعطيناك، ولو كنت لو كانت بك الباء وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء، ولو كان بك الملك وحب الدنيا ملكناك علينا، فرفض كل ده وقال لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا سلام، مثال عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. لكل إنسان صاحب مبدأ ما بيتنازلش عن مبدأه. والله يا جماعة، والله العظيم يا حباب قلبي، إن أصحاب المبادئ بقوا قليلين أوي في زماننا، لكن محترمين، عاملين زي اللؤلؤ النادر. عارف اللؤلؤة الغالية النادرة اللي تقعد تدور عليها 10 12 18 سنة لحد ما تلاقيها في قاع بحر محطوطة في حتة كده، لكنها لؤلؤة. بيبقى ليهم قيمة وليهم قدر وليهم مكانة في قلوب الناس. ربنا يجمعنا وإياكم مع اللآلئ الجميلة ديت. راحوا لأخو النجاشي، وإحنا اتفقنا إن النجاشي اللي إحنا بنتكلم عنه اللي هو لسه طفل صغير، اللي هو أبوه حاكم الحبشة، اللي هو نجاشي الحبشة، وهو فيما بعد هيبقى هو بقى النجاشي، تمام، اللي النبي صلى عليه بعد ما مات. فأبوه هو ملك الحبشة، هو النجاشي. وشياطين الإنس قالوا لا، ده ما عندوش غير ابن واحد اللي هو أصحام بن أبجر، اللي هو البطل بتاعنا بقى، بطل القصة كلها أصحام بن أبجر، اللي هو هيبقى بعد كده النجاشي. فقالوا لا، ده ما عندوش غير ولد واحد، وهو لو مات ابنه ده ضعيف يعني ممكن بقى يضيع الملك، إنما نخلي أخوه هو اللي يمسك الملك ويبقى نجاشي الحبشة عشان عنده 12 ولد. فراحوا لأخوه، إيه رأيك؟ أنت أولى بالملك إن أنت تكون نجاشي الحبشة، أولى من أخوك. ما عندوش غير ابن واحد، انت عندك 12 ولد، انت اللي تقدر تمسك المملكة بقبضة من حديد. قال لهم طب ازاي؟ طب ما اخويا ماسك الحبشة وهو الملك، هو نجاشي الحبشة. قال له بسيطة، وافق انت بس، اشر بس، واحنا هنقتله. ازاي تقتلوه؟ اخويا وحبيبي وابن ام وابويا و وهينفجأة. قالوا له بص بقى، ما يعني المصلحة واحدة، هنقتله هتبقى انت الملك، ولا نخلص عليك انت واولادك، وبعدين تسيبك من الموضوع ده بقى كله بقى لاولادك ولا الكلام ده كله، اوعى تعتبرنا بنهددك، يعني احنا الموضوع كله ان دي مصلحه وطنيه. دخلوا له من مدخل الشيطاني ده، مصلحه البلاد يا اخي، انت مش بتحب بلدك الحبشه؟ عايزين مصلحه البلد، عايزين اللي يمسك البلد دي يبقى ماسكها بقبضه من حديد. بصراحه احنا دورنا وبحثنا ما لقيناش حد اولى بالمكانه دي غيرك انت.
نسي القرابة ونسي صلة الرحم ونسي كل حاجة ونسي أخوه ونسي إن ليه ابن واحد عايش في الدنيا ونسي زوجة أخوه ونسي الرحم اللي جمعهم هما الاتنين، وفي لحظة تنازل عن كل المبادئ ديت. كالملائكة في السماء، كالملائكة في السماء. يا خسارة ياما في ناس لما بتبقى فقيرة عمرها ما بتنسى أهلها، ولما ربنا يديها ينسى أقرب الناس إليه ويبيع أقرب الناس إليه. يا خسارة، يا خسارة. في واحد لما بيكون موظف صغير بيبقى وصول أول للرحم ويحب قرايبه ويروح لعمته والخاله والولاد عمه وولاد خاله واخدهم في حضنه وبيحبهم، وأول ما يبقى منصبه عالي لو شاف نمرتهم على التليفون يقفله أو يغيره، مش عايز يعرف حد، مش عايز حد يفكره بالماضي الأليم بتاعه، عايز يفتكر ان هو الآن هو دلوقتي وزير، هو دلوقتي مدير، هو دلوقتي رئيس وزراء، هو دلوقتي مدير شركة، هو كذا. فمش عايز حد يفكره انه في يوم من الأيام كان إنسان بسيط أو إنسان فقير، فبيتبرأ من كل أصوله وينسى أصله وفصله حبايبه وناسه وأهله ويبيعهم بعرض من الدنيا قليل. ده اللي حصل مع أخو النجاشي لما قالوا له اقتلوا، قال لهم لا مش ممكن، اخويا حبيبي لحم ودمي تقتلوه ازاي؟ لا طبعا ما يتقتلش، خد بالك لمصلحه البلد، بلدك حبيبتك، بلدك هتبقى ضعيفه طول ما اخوك ماسك النجاشي بتاع الحبشه، انما لما هو يتقتل وانت اللي تمسك عندك 12 ولد. في لحظه ضعف غريبه جدا قال لهم خلاص ماشي، واتفقوا مع بعض، وكل المؤامرات دي بتتم في سرية تامة. وكان ضيفنا الحبيب وبطل قصتنا أصحاب ابن أبجر اللي هو هيبقى بعد كده، بقى بعد قصة طويلة كده هيبقى هو النجاشي اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان لسه طفل صغير كان بيلعب في جنينة القصر بتاع أبوه ومش حاسس بحاجة خالص وما يعرفش أي حاجة عن الدنيا ولا عن المؤامرات ولا عن الأشياء الحقيرة اللي بتدور في الدنيا، لسه صغير مش فاهم الدنيا. اتفقوا مع بعض وجمعوا بعض الشياطين الإنس واتفقوا وجهزوا حاجة اسمها كتيبة الإعدام. إيه كتيبة الإعدام؟ جهزوا مجموعة من شياطين الإنس معاهم الرماح والسيوف والعتاد وهيقتحموا قصر النجاشي اللي هو والد بطلنا العزيز أصحاب ابن أبجر، هيروحوا يقتلوه. طب فين أصحاب في الوقت دوت؟ نايم في القصر برضه، بس هو كان نايم في حتة وأبوه كان نايم في حتة في نفس القصر. أبوه كان مشغول جدا وسهران بيخلص أمور البلد فبينام متأخر، وهو بقى عشان طفل صغير فبينام بدري، فأمه واخداه في حضنها ونايم في القصر وما يعرفش إن هو بعد دقايق معدودة هيبقى يتيم وهيتحرم من أبوه، وأبوه هيتقتل في نفس المكان اللي هو عايش فيه. وهو طفل صغير ما عرفش حاجة عن الشرور اللي مالية الدنيا وعن شياطين الإنس اللي مليين الكون ده كله، فما يعرفش حاجة. فجأة دخلوا بالرماح والسيوف واقتحموا القصر، لقوا عدد كبير من الحرس، وده طبيعي، طبيعي جدا، الراجل ملك بلد فليه حرس. قتلوا الحرس كلهم عشان يوصلوا لغرض معين، ممكن يضحوا بكل حاجة عشان يقتلوا بني آدم واحد، ممكن لو لقوا قدامه 200 واحد يقتلوهم عشان في الآخر يقتلوا واحد. قتلوا الحرس كلهم ووصلوا لحد الغرفة اللي كان فيها النجاشي اللي هو والد بطلنا والد أصحاب ابن أبجر. دخلوا على الرجل، الرجل كل الناس كانت بتحبه وكل الناس كان فعلا ما فيش حد بيكرهه، انسان عادل وطيب ومحترم وكويس ويحب الخير للناس، وياما سعى لخدمه شعبه وياما حاول يطور بلده وياما 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 قدم لهم خدمات جليله، وعمره ما كان يتخيل ابدا ان الايدين الاثمه والغادره ديت توصل ليه وتفكر ان هي تقتله. عملت لكم ايه؟ واحيانا فعلا الانسان بيقعد يفكر، احيانا بتتاذي من ناس قريبين منك جدا وبتتاذي من ناس عمرك ما كنت تتخيل هم ياذوك، وتقعد تسال نفسك عملت لهم ايه، فما تلاقيش اجابه،
للكلام ده إلا حاجتين، الحقد والحسد وحب الدنيا. حقد وحسد من ناحية وحب دنيا من ناحية، بتخلي ناس كتيرة بتجور على الناس اللي حواليها وبتأذيها بكل أسف. دخلوا على الرجل وفي إيديهم الرماح وعينيهم مليانة شر، فخير في إيه؟ قالوا له داخلين نقتلك. طب تقتلوني ليه؟ ده أنا ياما أكرمتكم وياما عدلت في الأمة ديت وياما خدمت البلد وياما وياما وياما، كل ده ودانهم مش وصل لها ولا كلمة ولا سامعين منه أي حاجة. ودخلوا قطعوه حتت وقتلوه وحرموا ابنه اللي هو بطلنا العزيز أصحاب ابن أبجر، حرموا ابنه منه، وابنه نايم في حضن أمه وما يعرفش أنه في اللحظة ديت بقى طفل يتيم وأنه اتحرم من أبوه للأبد. قتلوه وجريوا على الحكماء اللي هم الوزراء وادلهم التمام زي ما بيقولوا، راحوا قالوا لهم خلصنا عليه قتلناه. فرحوا واستنشقوا نسيم الأنس والفرحة بشكل غير عادي، حاجة عجيبة قوي. إنسان لما يكون ماشي في الشارع ويشوف قطة ميتة تحت عربية قلبه بيتقبض، بيحس كده بغصة في قلبه، إن مش متعود يشوف الدماء ومنظر دماء بيأذي الإنسان. فتخيل لما يكون واحد راح يقتل إنسان، وإنسان طيب وإنسان محترم وإنسان ياما خدم أمته، وراحين يقتلوه بكل بساطة وبيوصلوا الخبر بكل بساطة وفرحانين قوي قوي إن هو اتقتل. إيه النفوس ديت وإيه القلوب ديت؟ ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، والحمد لله الذي عافانا من كل هذه الأشياء. فراحوا قالوا للحكماء احنا قتلناه خلاص، فرحوا ومبسوطين جدا ان العملية تمت بنجاح ساحق. وراحوا طلعوا في ساعتها، ما استنوش للصبح حتى، في ساعتها طلعوا مباشرة عشان يبشروا اخو النجاشي ان اخوك اتقتل. فراحوا قالوا له ابشر اخوك اتقتل، وبكرة ان شاء الله بكرة في الساعة الفلانية ستتوج وتبقى أنت ملك الحبشة ويبقى أنت النجاشي الجديد، ألف مبروك عليك. فرح الرجل فرحة غريبة في لحظة من لحظات غياب الضمير وموت القلب. ضمير غاب، ويمكن الضمير ده هيفوق بعدين، بس هيفوق في وقت خلاص عدت فيه كل حاجة، وهيندم في وقت مش هينفع فيه الندم. اتقتل أخوه ابن أمه وأبوه، وده كان أخوه الوحيد، هما الاتنين إخوات. النجاشي اللي كان ماسك الحبشة كان عنده ولد واحد اللي هو أصحاب ابن أبجر اللي هو بطلنا الجميل، والتاني اللي هو أخوه ده اللي فرح بقتله عنده 12 ولد، ففرحان إن هو هيبقى هو بقى خلاص ملك البلاد. فاتفقوا معاه على برنامج التتويج ولحظة التتويج. صبح الصبحية أهل الحبشة اللي بيحبوا النجاشي اللي هو والد أصحاب ابن أبجر، الرجل الطيب العادل الفاضل ده، فصحي الصبح لقوا الدنيا كلها بتقول الحقوا الحق، إيه اللي حصل؟ النجاشي اتقتل. اتقتل ليه واتقتل فين ومين اللي قتله؟ محدش يعرف، لأن اللي بينفذ الموضوع دوت مش واحد من الشعب، ده اللي ماسكين الشعب، الوزراء والحكماء اللي ماسكين البلد هم اللي نفذوا الجريمة البشعة ديت. فبالتالي محدش يقدر يسرب خبرهم لأي حد، ومحدش يقدر يقول أي كلمة، ولو كلمة طلعت فيها السجن أو الإعدام. فالكل سكت، والناس اكتفت بأن هي نسيت، وكلمة الله يرحمه كان راجل طيب وده كل اللي طلع بيه. وكفاية سيرة الإنسان، أحيانا الإنسان فعلا ما بيكسبش من حياته إلا سيرته. احنا النهاردة لما نقعد نفتكر مشايخنا اللي ماتوا ونقعد نقول الله يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة، يا رب كرمه يا رب يا رب يا رب دخله الجنة، يا رب اغفر ذنوبه يا رب يا رب، سيرة حلوة بتخلي الإنسان يترحم على الناس الجميلة ديت والجيل الحلو ده. فالشاهد في الموضوع إن الشعب اللي كان لسه امبارح بيهلل وبيشيد بحياة النجاشي الملك العادل الطيب الجميل اللي موفر لهم كل اللي هم عايزينه، نسيوه في لحظة خلاص بقى كان يا مكان. في لحظة واحدة نسي كل حاجة، ونسي النجاشي
اللي كان بيخدمهم وبيكرمهم بيحكم ما بينهم بالعدل. وابتدوا يفكروا في الملك الجديد مين اللي هيتوج. قالوا لهم ده اخوه. قالوا خير الحمد لله، هيتوج امتى؟ النهارده. طب جميل قوي قوي. في اللحظه ديت هم فرحوا بتتويج الملك ونسيوا دموع بطلنا الجميل أصحم بن أبجر اللي أبوه اتقتل وبقى هو يتيم. ساب الاحتفال بتاع تتويج الملك الجديد اللي هو عمه وراح قعد تحت ظل شجرة وقعد يبكي لأن أبوه مات، ومش أي ميتة، اتقتل في لحظة ما كانش حد يتخيل فيها أنه هو يتقتل، واتغدر بيه في لحظة ما كانش حد ممكن يتخيل أنه هو يتغدر بيه. طفل قعد يفكر ويسأل نفسه، هو أبويا اتقتل ليه؟ عمري ما شفت أبويا بيعمل حاجة وحشة، طول عمره بيخدم الناس، طول عمره بيكرم الناس، عمري ما سمعته بيظلم حد، وعمري ما شفته بيظلم حد، إيه اللي خلى الناس دي تقتله؟ طب ويقتلوا أبويا أنا ليه؟ تكون مكان يقتلوا أي حد تاني. طيب طيب طيب. والطفل صغير وفكره قد كده، ولكن تساؤلات كتير عمالة بتدور في دماغه، ليه يقتلوا أبويا؟ ليه يتموني وليه يخلوني أتحرم من كلمة بابا أو كلمة أبي؟ حاجات كتيرة دارت في ذهن أصحام ابن أبجر، وهو ده بطلنا يا جماعة. أصحام ابن أبجر ده هو دوت اللي هيبقى بعدين النجاشي اللي لما مات صلى عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نقف عند الحتة ديت ونشوف إزاي في الحلقة اللي جاية ازاي تم تتويج، واحنا هنعيش مع قصة النجاشي على الاقل يمكن 5 حلقات ورا بعض عشان تعرفوا قصة النجاشي بجد. كل اللي كنا نعرفه عن النجاشي بجد والله، وانا حتى لحد وقت قريب كل اللي كنت اسمعه عن النجاشي حاجة واحدة بس، ان النبي امر الصحابة لما اشتد عذاب المشركين بيهم ان هو يروحوا بلاد الحبشة، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، قعد عنده فترة اكرمهم مفيش مشكلة، ورجع بعد كده واسلم ومات، والنبي عيسى عرف من خلال جبريل عليه السلام ان النجاشي مات فصلى عليه صلاة الغائب. ده اللي كنا نعرفه عن النجاشي. لكن لما قعدت ابحث وانا في الوقت الحالي وانا بقدم لكم يعني حلقات روائع التابعين، انا بعمل فعلا مجلدين بعنوان روائع التابعين، فلما وصلت في بطون الكتب عشان اعرف قصه النجاشي وقفت على قصه فعلا جميله جدا ومؤثره، قصه طويله وجميله، والوقت انتهى وهنكمل بكره قصه النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام